السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، أتمنى لكم يوم لطيف إن شاء الله، تكونون بأحسن الأحوال وأنتم تتابعون فيديونا لليوم على قناتي دروس إكرام التعليمية. في فيديونا لليوم سنتناول خبر مهم جدا، وهو تسبيق موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط. كما قال وزير التربية الوطنية أنه سيتم أو سيكون موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط يوم 30 جوان، لكن حصل ما يخالف هذا، حيث أنه المصححين تم تصحيح كل الأوراق بطريقة ناجحة وتبقى لديهم الوقت الكثير، لهذا يريدون أن يقدموا نتائج التعليم المتوسط يوم 27 جوان إلى غاية 29 جوان، هذه المدة المحددة التي سيكون فيها إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022، ولم يتم بقاؤها حتى 30 جوان لأنه وقت متأخر جدا. فبما أنهم صححوا وأكملوا التصحيح، يجب عليهم أن يقدموا الأوراق في خلال المدة هذه الوجيزة. نشكركم كثيرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. أي خبر سنعلمكم بإذن الله على ما هو جديد. باي.